لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كيدير الخوت من الله تكونوا بصحة جيدة وتمام العافية بالنسبة لخوت لهذا الفيديو تاع اليوم غندير لكم واحد المراجعة ان شاء الله على هذه الآلة ديال الطباعة اللي هي كانون كتشوفوا كانون النوع ديالها هو بيكسيما تي اس 3140 هذا هو الموديل تاعها كما كتشوفوا بالنسبة لخوت هذه النوعية ديال كانون كما كتشوفوا راه كتجي ممكن انك تربطها بالهاتف موبايل وحتى بالطابليت كما كتشوفوا كما كان يا ايفون اندرويد وحتى الويندوز كذلك كتجي فيها خاصية الوايرلس اللي هي كتربطها بالواي فاي عبر التليفون ديالك ممكن اي حاجة اي دوسي اي حاجة ملف كان عندك في التليفون ممكن انك تطبعه فقط عبر الهاتف وغادي يدوز ليها وتخرجوا هذيك الساعه كذلك خاصية البرينت وخاصية الكوبي كذلك خاصية السكان هاد الخاصيات هادو كلهم كيكونوا فيها بالنسبة للخوت الثاني بالنسبة لهاد الكانون هادي راه كاين اللي كيجي فيها غير حنا بزاف متواجد عندنا في السوق كاين بزاف هاد اللون الكحل كاين اللي كيجي فيها اللون كاين اللون الابيض اللي كي واحد اللون كيكون فيها مخير كاع كيجي فيها مخير داك اللون الابيض وكذلك فيها اللون الاحمر غير بزاف اللي كيستعمل بزاف في المغرب تقريبا دوك الالوان الاخرين زيدين شويه في الثمن على هذا اللون الكحل ثاني حاجه اللي غتعرفوا اخوتي هما كاين واحد الماركات هادو عندك جوج كيتشابهوا ماركه واحده غير هذه مزيودها خاصيه الوايرلس وهذيك الاخرى ناقصين فرق بيناتهم واحد 100 درهم فقط وهذه كتجي فيها خاصيه الواي فاي وكتجي في هاد الشاشه هذه صغيره كيف ما كتشوفوا هنا هاد الشاشه هنا اللي دايرينها كتجي فيها المهم الخوت بالنسبه لخوت ني تقول لي منين خديت انا الطابعه هذه فقط خديتها انا غير من واحد الاعلان على الفيسبوك شي متجر كيبيعوها ودير الاعلان للمتجر ديالهم كيبيعوا داك الشيء هادشي هذا بثمن مناسب كذلك كيبيعوا الالوان ديال الكارتوشات ديال الطابعه هذه ايوا هادشي اللي كاين الخوت هذه بالنسبه لهذه راه هي الكرتونه كما كتشوفوا ديال الكرتونه ديالها موديل كلشي كذلك كندوروا الشيء الاخرى كما كتشوفوا راه سمن فيها التليفون انك ممكن تربطها بالتليفون كذلك المتجر الاخرى كيجيك فيها واحد المعلومات هنا اللي خاصو اللي ضروري خصك ديها فيهم وهي خاصيه الويندوز كما كتشوفوا هنا ويندوزات اللي هي كدعم كاين ويندوز 10 ويندوز 8.1 ويندوز 7 كذلك الماك كما كتشوفوا دوك الاصدارات اللي كاينين حتى هما كيشتغلوا معاه وبعض الخاصيات الاخرين كما كتشوفوا بالنسبه لهنا كيقول لك المحتويات هنا اللي كيجيو في الكرتونه هي كتجي الطابعه وهي اول شيء ضروري كيجي معها الخيط تاعها باش انك تربطها بالحاسوب وكيجيو لي كارتوش هادو هما اللي كيتحشوا في الطباعه ومن كيخواو كتعاود تعمرهم ثاني كذلك كتجي هاد السيديه هذه ديك السيديه كتجي ضروري على الحاسوب تاعك ما تحربش عليها غتانصالي ديك السيديه وغادي تلقى فيها شي ضريفرات غادي تثبتهم باش تخدم معاك مزيان كذلك هاد لي مانويل هذه يعني هذا كتيب طريقه ديال باش تعرفي واش تعمل مع الطباعه هذه المهم هادشي اللي كاين غادي نفتح كارتون ان شاء الله ونرجع معكم بسم الله على بركه الله كما كتشوفوا الخوت كان حلو كارتونه بحال هكا من بعد ما حيدنا ليها الميكا اللي كانت مغلفه بها حلو الكارتونه بهذه الطريقه بسم الله غادي نحاول نحلو الكارتونه
هي الاولى كما كتشوفوا، هادو هادو هما الالوان اولا المعترف عليه بالمداد. هذا هو المداد ديالهم، هادو من خديتهم كانوا دايرين واحد البروموسيون، هو قال لك الا خديتي هاد الماكينه هادي كيعطوك مع هاد القرعات هادو كادو. كما كتشوفوا القرعات فيهم عامرين عامرين بالمداد، كما كتشوفوا كل وحده فيهم فيها 50 مليلتر. كما كتشوفوا هذا اللون بلاك، يعني لون اسود، وكاين ربعه اخرين وهو كاين الازرق وهذا هذا الاحمر يمكن، وهذا اللون اصفر، واللون الاخر كاين لون اسود اخر ثاني. المهم هذو الالوان الخوت نحيدوهم. كاين حاجه واحده اخرى كما كتشوفوا، هذا جيب بوحدو، هذه هي لي كارتوش مكتوب عليها بلاك، يعني هذه هي الكارتوشه اللي كيدير فيها المداد، المداد الكحل. هذه مكتوب عليها كولور كما كتشوفوا، اللي هي ديال المداد اللي كيكون فيه الالوان. بالنسبه للخوت بقات لنا دابا غير الطباعه، غادي نجبدوها واخا الخوت نقطع معكم تنجبدها. المهم الخوت هنا من بعد ما جبدناها هي هذه مقاب الفرش ديالها هنا. هنا الكرتونه شنو كيبقى فيها؟ كيبقى فيها هنا هاد الكتيبات هادو، اللي الصراحه ما كاينش اللي كيقرا هاد الكتيبات هادو قليل. هنا هاد الكتيب هذا اللي كيكون عباره على الضمان، كيكون جاي من الشركه، اللي هو الضمان الاقليمي للشركه، كتقرا فيه بعض المعلومات هنا فيه باللغه الفرنسيه وكذلك العربيه. يعني لو وقع شي مشكل لا قدر الله ولا شي حاجه في هاد لابريمونت هذه، كتحاول تكتب بعض المعلومات هنايا وكتدفع من الشركه باش كيشوفوا المشكل شنو هو، ممكن يعوضوك ولا شي حاجه. المهم هذاك الشيء تبرزيت اخر تخسر عليها قيمه طابعه اخرى، يعني هذا الشيء اللي كاين هنا. هذا بحال هكا دليل الاستعمال، كيشرح لك الطريقه ديال التثبيت كما كتشوفوا بالتفصيل، داك الشيء كيفاش تثبتها. المهم هذا الشيء اللي كاين الخوت. بالنسبه لهنا اول حاجه ثانيه اللي كيجي من فوق هذا الكويبل او كابل لامونطاسيون ديال الضو باش غنخدموا بها نروغوه. بالنسبه للخوت غادي نقطع ثو كنحيد هذا الفرشي هذا وهذا الميكا ونرجع معكم ديك الساعه ان شاء الله. كما كتشوفوا الخوت الطباعه هي هذه، فقط عباره على بطونات هنايا كما كتشوفوا، بطونات هنا، شاشه صغيره هنا، بعد الليدات وهنا بعد المعلومات كما كتشوفوا، اللي غادي نشرح لكم الطريقه ديال، غادي نشرح لكم من بعد ونوصلوها بالكهرباء، غنشرح لكم كل واحد والدور ديالو ولاش كيصلح. بالنسبه من كتحلوا الطابعه اول مره بحال هكا ضروري كيعطوك هذاك الكتيب كيشرح لكم بانكم هاد الملصقات، كاين شي ملصقات هنا وكاين شي ملصق لداخل خص ضروري يتحيدوا وبالخطر، حيت هما اللي كيشدوا بعض القطع اللي كاينين في لابريموت الداخل باش ما تتحركش وتخسر، لانها داك الشيء كيجي من مسافات بعيده وبالطياره، وداك الشيء ممكن انه داك الشيء يتحرك بالجهد ولا شي حاجه وتخسر فيه شي حاجه لداخل. داك الشيء علاش كيشدوا داك الشيء بالملصقات كما كتشوف هنا، هذا الملصق هذا غادي نحيدو، هذا كيربط كيشد هذا مزيان، نحيدو هذا الملصق هذا، كذلك نحيدو هذا الملصق هذا. هذا كما كتشوفو هذا كيشد لينا الباب، نحيدو بحال هكا. هذا عبارة عن كما كتشوفو كديري بحال هكا، هاد البويب كتجرو باش كتولي الوراق ملي كتحطم هنا الفوق، وقت ما كيطبعو داك الشي كيخرجو تا كيتكالو هنايا، تا كيتكالو فهاد الليسة هادي بحال هكا. كذلك نحلو هنا بهاد الطريقة هذه، نحاولو نجرو هادي بحال هكا باش تحل، باش غادي نحلو هذا. هذا على حساب كما كتشوفو حيدناه من هنا، هادو
غير باش كيشدوا القطع اللي كتكون داخل باش ما تخسرش. كما كتشوفوا الخوت هنا الا شفتوا هنايا راه كاين بعض التعليمات هنايا، الكولور كيقول لك خصك تحطو على اليسار، والبلاك اللون الاسود بوحدو كيتحط على اليمين. كما كتشوف ها البلايستو عام، كاين بلاصه هنا هذا هو كيدخل هنا الكولور، هنا البلاك. كما كتشوف بالنسبه للخوت كيف ما قلت لكم، بالنسبه للكابلات اللي كيجيو معاها، كيجي معاها الكابل ديال لامونطاسيون تاع الكهرباء وهاد الكرتوشات هادو. الاشكال هنا خوتي اللي كاين هو الكابل ديال اللي كيتبرونشا في المطبعه وكتبرونشي مع البيسي، ما كيجيبوش معاه، هذاك خاصك تشري بوحدو، تمشي عند شي مول شي واحد كيبيع الالكترونيات وتشري هذاك بوحدو داك الكابل. بالنسبه من الخلف ديالها، الخلف تاعها هو هذا. بالنسبه لهاد البلاصه هذه اللي فيها الشعار هذا، من هنا فين قلت لكم الكابل اللي كتبرونشا به مع البيسي هو هذا. بالنسبه للكابل ديال لامونطاسيون ديالها كتشوفوا هاد الدوره هنا فين كاين عندها كيدخل لها الكابل تاع الضو هنا، وكتبرونشيها مع البريز كتخدم ديريكت 220 فولت. وهذا الشيء اللي كاين الخوت ها الكرتوشات، نوريكم كيفاش يركبوا بعد الكرتوشات. المهم بحال هكا الكرتوشات، من بعد ما حينا داك اللصاق داك الشيء كتحشي داك هنا، كتحشي داك هنا كتلقى واحد البلاصه بحال البويب كتشد فيها بحال هكا، تفتحها والخاطر حتى كتهبط. كنبداو نحلو هاد الالوان هادو كما كتشوفوا هنا، من بعد ما حيدنا لهم الغلاف تاع عموما هادو، هادو كنحطوهم جانبا وكنحتفظوا بهاد الشيء. هادشي كامل اللي كاين نحتفظوه، ما تعرف ايه وقع لا قدر الله شي حاجه ولا كذا، باش نجبروا جبرنا نقدر ردوها للمولاه. بالنسبه للكرتوشات هما هادو كما كتشوفوا هنا، مكتوب فيه مود ان جابون هنا باش غادي نركبوا مع خوتي هاد البلاك هذا. كما قلت لكم هو اللي غادي يركب هنايا. كيفاش غنديروا؟ قبل اي حاجه هاد الملصق هذا، هاد الملصق خصو يتحيد هكا الخوت، هذاك الملصق كتحيدو باش يبان هادشي هذا. كما كتشوفوا الخوت بحال هكا كنحيدو داك القيعات، وهنا هنا البليصه هاد البلاصه ملي كيخرج المداد من هنا، الا دوزنا صبعنا بحال هكا فهاد البلاصه هنا كما كتشوفوا غادي تطبع فيها المداد. المداد كيف ما كتشوفوا كتعطيك شي ورقه، جرب في ورقه وغادي تشوف المداد غادي يخرج. الطريقه ديال التركاب هما غادي نركبهم بحال هكا، هاد السنين هادو غادي تمشوا باش يتلاقاو مع هادوك السنين اللي كاين لهاي الداخل، يعني غادي تدخل على الطريقه هادي بحال هكا بحال هكا بسم الله. كما كتشوفوا انا الخوت من بعد ما ركبناهم الكرتوش اللي فيها الكولور هي هذه، الكرتوش اللي فيها البلاك الاسود هي هذه، صافي كنردو الشغل تاعنا نسدوه ان شاء الله بحال هكا صافي. دابا اللي كاين هذه كتفتحها بحال هكا الخوت هنا باش كيتحط الوراق، هنا كتحط الوراق. هاد العيبه هذه، هاد العيبه هي ريكلاج ديال الوراق، ديال الحجم ديال الوراق ممكن تصغر. هاد الشيء اللي كاين الخوت، وهنا هنا السكانير هذا ديالها، بتحط بطاقه الكترونيه ولا اي حاجه تحطها هنا وغادي تسكانيها، صغرت تسد عليها بحال هكا وغادي تسكانيها.